اللي انا فهمته من حضرتك ان ممكن الاجيال اللي هي دلوقتي اللي هو جيل مثلا شباب الجامعات لما يكبر شوية ويتجوز ويبقى عنده اطفال تبقى نظرته للتعامل مع اطفاله مختلفة عن نظرة الجيل اللي هو بتاع الاهالي دلوقتي ده، انا فاهمة صح؟ صح كده. وفي في خطوة قبلها، الجيل ده نفسه اختياراته هتخلي الرهبة من الثانوية العامة تقل. اوكي. طب انا دلوقتي ام وبنتي قالت لي عايزه ابقى ميك اب ارتست، انا مش عايزه ادخل كليه، يعني عايزه اخد كورس، عايزه اخد في حاجات دلوقتي بتبقى سنه او اتنين، وفي حاجات بتبقى اونلاين، وعايزه ابدا الكارير بتاعي، ليه تقعديني 4 سنين ادرس حاجه انا مش هستخدمها؟ تمام، اقول لها ايه؟ هتقولي لها ايه النمط التقليدي للامهات اللي هم زينا؟ هيقول لها لا طبعا، ايه ميك اب ارتست ايه، وفين الكليه، فين فين الشهاده، فين الشهاده، فين الشهاده، حاجه اللي زي كده. طيب هي كده دي ميولها بدات تبقى واضحه، يعني هي ايه عندها اللي بتحب؟ ميول تكاد تكون فيها زي ما بنقول مهاره وفيها فنيه شويه. اوكي، انا ممكن كأم ابتدي اوجهها بانها تروح لكليه تديها الفرصه دي، الفرصه دي اللي هي ممكن تبقى فيها نوع من انواع الحس الجمالي الفن ده، يعني لو قريت الموضوع بشكل جيد، لانه في النهايه الكورس او التدريب على فكره ان انا ابقى ميك اب ارتست هو مستمر ويعني متطور على مدار الزمن. بالظبط. يعني وما بقتش شغلانه اللي هو دي ماكيره، لا 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 بالعكس، دي من شغلانات دلوقتي اللي هي البريستيجس التوب يعني. طيب بالظبط، فهي عايزه تدرس سنتين مثلا سبيشال افكتس وتبدا شغل على طول. انا كأم اسيبها ولا لا؟ شهادتك يعني الاهالي المفروض يعملوا لو درست، بص انا اعتقد ان الاهالي مش هيسيبوها، لكن اعتقد انه الحل الوسط هو اللي دايما بيبقى انجح، اللي هو اللي فيه وين وين سيتويشن. فانت لو رحتي اللي عايزه محتاجه مجال زي ده، يبقى ايه اكتر كليه تقدري توصلي بيها تاخدي بيها معلومات؟ على فكره اصله برضو العلم ليه جذور، يعني مش الكورس هو اللي هيديها المعلومات اللي تشتغل بيها ولا وبس. الابداع معناه ان انا لازم يكون العلم بتاعي ليه جذور. فاوكي، في كليه هتبقى اقرب انها تحقق لك الميول ده وتبدأي فيها أقوى وتاخدي الكورسز بتاعتها، بس هي الفكرة الممانعة ما عادش ليها لازمة كتير، يعني النقاش وإن أنا أتأكد مع ابني أو بنتي هو عايز إيه، وعايزه بجد، وعايزه عشان بيحبه ولا عشان هو موضة الأيام دي مثلاً، ولا عشان عايز فلوس سلام وعايز أيوة فلوس بسرعة. طب فين يعني ممكن يبقى قراره مش مظبوط مثلاً، أو دماغه زي ما إحنا بنقول يعني لسعت، اللي هو عايز يعمل حاجه تانية خالص، او شايف عايز يقلد حد من صحابه، يعني ما هو برضه الاهالي بيبقوا في حيره. ايوه بالظبط بالظبط. هنا بقى النقاش، ما هو النقاش هو لو يعني ما عندوش القدره على بذل المجهود، هنا بقينا في خطر. فالاهلي لازم يتكلم انه المجهود ده جزء مهم من النجاح، مفيش حد هيقدر ينجح من غير ما يبذل مجهود. صحيح. فهي النصيحه بشكل ذكي والحوار الفعال من غير ما ابتدي اضغط ولابد ان رايي هو اللي يمشي، او وبعدين لما بنضغط على اولادنا اللي بيحصل ايه؟ في نوعين من الولاد، يعني في نوعين من الشخصيات، لا اما الولاد بينصغوا بس بيبتدوا بقى ايه، يعني يبقى عندهم غضب وكبت.